أنا قمت بقتل السادات وأنا معترف بذلك. ده خالد الإسلامبولي، ودي لحظة محاكمته عسكريا بعد ما قتل السادات في العرض العسكري. القصة الكاملة لقاتل السادات. اسمه بالكامل خالد أحمد شوقي الإسلامبولي، اتولد سنة 1957 في المنيا. والده كان موظف حكومي، انضم للإخوان وأوقف نشاطه السياسي بعد حادث المنشية، والنشاط ده كان ليه تأثيره على ابنه الكبير محمد أثناء دراسته، وانضم للجماعة الإسلامية. لكن خالد ما كانش مهتم بميول أخوه ولا أبوه، وكان حلمه يكون ضابط شرطة وبس. خالد جسمه كان ضخم والناس كانت فاكراه هو الكبير، وكان معروف بشجاعته وجرأته وسط كل معارفه. خلص مراحل تعليمه المختلفة وقدم في كلية الشرطة والكلية الجوية، ولكنه اترفض. وأبوه دايخ من كتر ما بيدور على ابنه في الأقسام. وقبل كده أخوه محمد بعته للتكفيل محمد عبد السلام فرج عشان يشوف له شقة كان عاوز خالد يتجوز فيها، بس الموضوع ما انتهاش عند الشقة وتوطدت علاقتهم، وبدأ فرج يقابله كل أسبوع ويلقنه بأفكار جهادية.